أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي الإلكترونية 2021 في نسختها 11 عن فتح باب الترشيح للجائزة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك للمشاركة فيها من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الأعمال المرشحة إلكترونيا على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، وذلك بدءا من يوم الأربعاء 10 مارس وحتى يوم السبت 10 أبريل القادم. وللحديث عن الجائزة معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير دكتور زكريا، نحن اليوم أمام النسخة 11 من الجائزة، كيف ترون الأثار الإيجابية للجائزة ونتاج انعكاس ذلك على تطوير أداء القطاع العام خاصة على صعيد التحول الرقمي؟ مساء الله بالخير، وشاكر تلفزيون البحرين هذه الفرصة لتوضيح جائزة تميز الحكومة الإلكترونية لعام 2021. طبعا يعني جائزة على مدى هذه السنوات السابقة، طبعا تفصلنا ما يقارب 14 سنة من أول نسخة للجائزة، التي حددت مجموعة من الأهداف للقطاعات الحكومية وكذلك الخاصة في تشجيع المبادرات المبتكرة والمشاريع الإلكترونية التي تساعد في تطوير العمل الحكومي وتسهيل الإجراءات على المواطنين ورفع كفاءة وكذلك جودة الخدمات الحكومية، في ظل ما وفرت الجائزة من فضاء واسع من التنافس الإيجابي بالمشاركين فيها. يعني عودة إلى سؤالك سلامت الله، يعني لا شك أن الجائزة كان لها أثر كبير ومباشر في تعزيز روح التنافسية والابتكار بين الجهات الحكومية. هذا طبعا جاء يعني من خلال عديد من أو عدد كبير من الأنظمة الحكومية التي طبعا تنظم العمليات والإجراءات داخل المؤسسات الحكومية والخدمات الإلكترونية، اللي طبعا تجاوزت حاليا أكثر من 500 خدمة إلكترونية متكاملة على مختلف القنوات، ولتشمل أكثر من 45 جهة حكومية. يعني أكبر مثال على ذلك أختي الكريمة، رغم التحديات اللي واجهها العالم بأسرع خلال عام 2020 وحاليا كذلك نتيجة الجائحة، إلا أن البحرين يعني زالت مواتير التحول الإلكتروني، وذلك بفضل البنية التحتية الرصينة التي تمتلكها، واللي طبعا هي عبارة عن نتاج تراكمي للسنوات السابقة، ولم تتأثر منظومة العمل الحكومي على مستوى الخدمات الحكومية والأنظمة التشغيلية، بالعكس مكنتها في الاستمرار يعني في منظومة العمل، كانت جهات حكومية وجهات خاصة، ومن ثم تمكنت من تقديم خدماتها وخصوصا خدمات إلكترونية. نعم دكتور زكريا، ما هي القطاعات التي تشملها الجائزة وماذا عن آلية التقدم للترشح لها؟ اللي حابة واضحة سلام الله، أن إطلاق الجائزة طبعا يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، طبعا فهي جائزة وطنية شاملة مقدمة للجميع، لا تقتصر على قطاع الحكومي. نحن مؤمنين بأن التطور في المجتمع والتطور في التحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية يشمل جميع قطاعات المجتمع، لذلك الجائزة تستهدف مجموعة من القطاعات، تستهدف القطاع العام والقطاع الحكومي والشبه الحكومي والقطاع الخاص للقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة، وكذا قطاع الأفراد الذي من خلاله ممكن المواطنين تقديم مقترحاتهم الإلكترونية لتطوير طبعا خدمات الخدمات العامة. وهذا يعني الأمانة ما انعكس يعني خلال المشاركة الكبيرة التي بلغت أكثر من 1400 مشروع إجمالي المشاركات المقدمة في الجائزة على مدار السنوات الماضية، من خلال 277 جهة حكومية وخاصة، وطبعا هناك في القطاع الأفراد كان عندنا مجموعة كبيرة تجاوزت 500 مشاركة خلال السنوات السابقة. يعني عدد الجهات المشاركة طبعا يعني قاربت على 300 جهة مشاركة للجائزة، وهذا طبعا انعكاس إيجابي كبير على حجم المشاركة في كل سنة. نعم الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.